العيد يعني لحمة، ومحل عم عبد الله من أشهر الأماكن اللي بيقصدها المواطنين قبل العيد وطول السنة لشراء الأضاحي واللحوم بأنواعها. أنا لسه جاي ما جبتش ضاني، لكن الطبيعي بجيب اللحمة العادية في حدود 140-130 على حسب نوعها أو الحتة بالظبط إيه بالظبط اللي باخد منها. بعمل صك أضحية لأن حضرتك شايف ظروفي الصحية، فأنا بعمل صك أضحية وبجيب لحمة بيتي من هنا. يعني أضحية العيد ليها مواصفات خاصة، والغش بيكون حاضر بقوة في مواسم الأعياد، علشان كده دايما الزبون والتاجر ليهم استعدادات خاصة قبل شراء الأضحية حتى مع تباين الأسعار. طبعا دايما الزبون بيبقى جاي عايز الخروف اللي يصف كويس معاه، عايز الخروف اللي حلو، خروف اللي فيه الشروط اللي فيه المواصفات الأضحية، فاحنا من فضل الله يعني برضو بنوفر لهم كل الحاجات. يعني انا جايب حاجات بلدي، يعني مش عايز اقول لك، انت اكيد صورت حضرتك برضو اللحوم اللي عندنا ده بلدي، حاجات من مزارعنا احنا، حاجات من علفنا احنا اللي بناكل ايه. اما يعني برضو في حاجه كمان، برضو الغنم اللي ماشي في الشارع ده يفضل بلاش منه، ده بياكل في الزباله، بياكل حاجات كده، لازم لما اجي اشتري من مصدر موثوق، لان دي حته لحم. ليه الناس كلها نظره بتخاف بتقول لك اللحمه الضاني زفر؟ لا، الضاني في حد ذاته الضاني مش زفر، الضاني جميل جدا، بس هو حسب المرعى بتاعه، حسب هو كل ايه. انا عندي فكره عن انا امسك سلسله الخروف، اذا كانت مليانه يبقى مرضى عنه، اذا كانت ناشفه يبقى ملوش لازمه، ودي تعلمناها من الحاج عبد الله من برامجه الجميله ومن خبرتنا. يعني جدي بيبقى لحمه يعني غير الخروف، بيبقى سمين شويه الخروف، والولاد ما بيحبوش السمين ولا احنا بنحبه. انا كنت باكله وانا شاب، لكن دلوقتي خلاص بقى ما الدكتور الدكاتره منعني عن السمين. يعني وعشان تكمل فرحه العيد لازم يكون في رقابه خاصه على الاضاحي بانواعها، مش بس عشان نضمن جوده عاليه، كمان عشان نتجنب اي مشاكل صحيه لا قدر الله. عيدكم دايما سعيد.